كياسات الشوارع، بنية تحتية، فساد، يعني كل شيء في البلاد هذه موجود. كان يعني ايش نقول لك، كان العيشة، كان الإنسان، كان يعني فما شيء في البلاد يصلح لا بنية تحتية لا حتى شيء. تشوف انت بنية تحتية كياس ياخذوا مهندس يبدا صاحب فلان الفلاني، وديجا يعني المرشي يجي عنده هو ويقد اشتر السلعه، فهمني، وبرا فاتورات، حكايات اخرى في الفاتورات، حاسيله في الكياس حاجه في الفاتورات حاجه اخرى. وهكاك البلاد، هكاك البلاد، سي نورمال الضحيه، سي نورمال المواطن، العباد اللي عايشه في البلاد هذه، العباد هذه صدقني نعرفش انا برحمة ربي، وكا هو فهمت كيف، برحمة ربي. وراه وشوف إذا كان باش تحكي لي على الفيضانات والبنية التحتية، الفرج من عند ربي، لا دولة لا والو، يكذب عليك راه الفرج من عند ربي، خاطر ما فما حتى واحد باش يجتهد يريق الكياس، ما فما حتى واحد يمخو باش يجتهد يريق المادة، فما شيء. زعام في الدودانات يحط لك جبل مش دودان، يحط لك جبل علاش الله اعلم. نعرف ان الدودانات يتحطوا كان قدام المكاتب ولا الروضه باش ينقصوا العباد ما يجريوش وكذا، نورمالمون هكاك. عادي تلقى دودان كياس من جبل ومن جبل، وتلقى دودان في الكياس، قريب باش يحطوا في الوتورود دودان. هذيك البلاد اخويا، هذيك يا اخويا هنا يا اخويا، سبحان الله تتعلم منهم جمله، ممنوع الاجتهاد في البلاد هذه. يعني الصفقات العموميه خاصه في الطرقات وفي القنوات الصرف الصحي والتطهير تعطى بالولاءات حسب مش بالكفاءات؟ لا، عدم جملة واحدة، هذه أخو النار كبير هذه، وحتى واحد ما يحب يجبد عليه، لا من الدولة لا من الإدارات لهم يحزنون، أخو النار كبير، حتى واحد ما يجبد عليه. تعرف علاش؟ على خاطر الكل أخويا كولو وكل، كولو وكل، فهمت كيف؟ هكاك باش نقعدوا هكاك، باش نقعدوا هكاك، القيمة عيسى حاسين زيد، مش باش تبدل حتى شيء، بالعكس بتزيد، باش تزيد على ما قدام، يعني باش تزيد انت ونتنين حاش اخويا. تونسي اليوم ولا يخاف من المطر؟ نورمالمون يفرح ولا يخاف؟ باه والله البارح هذه نحكي فيها انا وولد عمتي، قال لي يا ربي ما احلاها المطر هذه. قلت له علاش ما احلاها؟ قال لي عندي الثانيه وعندي كذا. قلت له يا اخويا تفرح انت، عندك الثانيه باش تروى والغله وكذا، غيرك خويا العزيز تجي المطر مسكين يبدا واقف فوق السطح الفوق خايف لا تغرق الدار، يبدا واقف فوق السطح نتاع كوخ مش دار لا محال، وكل العباد المسيبه مساكن في الجبولات طبعه خويا وشي كبير، زعما ما يعرفوهمش ما في بالهمش بها، في بالهم بها، معليش ما يمشيش يسكر يا خويا، ما عطيتك دوله كرهبه ب 200 مليون يا خويا، هز برا عفس بها، برا مشي للجبولات تشوف العباد كيفاش تعيش. صاحبي خويا ريت الدوله لا علاقة بالعباد اللي عايشة، لا علاقة، جملة واحدة أخويا، سي نورمال عايش في الرفاهية، عايش دارو يعني تعطيه دار، تعطيه كهرباء، تعطيه شيفور، تعطيه كل شيء، باش يحس لك إيش باش يحس يا معلم؟ راهو هذه أمور في القلب، راهي خاتية أمور جلسات واجتماعات وي البلاد هذيك ناقصة حاجة الفلانية والبلاد هذيك ناقصة حاجة، لا خاتية، هذه حكاية قلب راهو قلب. ثم برشا نواب في البرلمان طلعوا من احياء شعبيه انتخبوهم اهالي حومتهم وبلادهم، لنائب فيهم تكلم على البنيه التحتيه نتاع حومته ولا نتاع بلاده. يا اخي انتخبوا بالكش يعرفوا، ولا تي برا ولد حومته يا اخي يعرفوا، هو انتخبوا زعما في مخه هذاك تبارك الله جينيه باش يحطها باش يبدلها البلاد جمله ولا الولايه باش يبدلها جمله، تي ما مات له حق كستاي ولا حق قهوه مشاق صح وروح على روحه، تلقى راجل كبير ما عندوش حق كاستي قاعد في قهوه، خلص له كاستي مشى صح على روحه وكيفات الحكايه، تي ما هي كيكه، هي تونس، تي ما هي كيكه، ما هي كيكه خويا، الله غالب خويا. شوف شويه من الدوله وشويه من احنا زاد برجولي، شويه من الدوله وشويه من احنا، احنا خويا العزيز تتحمل نهار باش نهار اخر كي تجيك الانتخابات خويا، قوم دافع على رايك، قوم برمش انتخب العباد اللي تصلح مش العباد اللي ما تصلحش. كيفاش باش تفهم اليوم بين الباهي وبين الخايب؟ باين 10 سنين كاملين بعد الثوره التاي حصر قبل توا تونس كامله تتحصر على بن علي، يكذب عليك راه اللي يقول لك الكل تتحصر على بن علي، الله يرحمه كاو.